عن جد كتير حبيته، وهي طريقة كتير هينة. يعني ما قلنا غير انه ننقي الوان الصوف يلي حابين نستعملهم، ثلاثة فينا خيطين فينا ثلاثة، انا اعتمدت ثلاثة او اربع الوان يمكن، نخليهم هيك ينزلوا اثنين، نعقدهم بخصلة الشعر ونعتمد الخصلة، خصلة الشعر كأنها هي الخصلة الثالثة من الجدولة، ونجدلها وبالاخر نعقدها بكعب الشعر. ما بتاخد اكثر من 3 دقايق وكتير مهضومة للصيف، يعني انا كتير انبسطت فيها، حتى فيكم تتحمموا فيها اذا بدكم وتنشفوا شعركم عادي بضلوا. ان شاء الله تكون عجبتكم هيدي الطريقة يلي هي كتير مهضومة للصيف، انا رح ضلني فيها هلا على فترة صغيرة. ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، وكمان اتركوا لي كل تعليقاتكم بخانه التعليقات، قولوا لي شو رايكم، واذا حدا منكم جربها بليز يحط لي كومنت ويقول لي كيف، او يترك لي صوره ليقول لي كيف طلعت معه، لانه كثير بكون مبسوطه لما بعرف انه انا عم فيدكم بهيدي الاشياء. وهلا بقول لكم باي.